قلت له كده لاني حسيت ان حمدي فتحي لاعب متاسس وموهبه كبيره، وحرام اللي هو ما يبقاش موجود في المنظومه بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما فيش، انت عارفه، ما فيش 1% غلط، كل حاجه متوفره لك. فالنادي الاهلي دايما بيجيب اللاعب اللي هو يجي يفيد النادي الاهلي، عشان انت بتستفاد من ورا النادي الاهلي حاجات كتير طبعًا. جدا. فكان هو من المواصفات اللي هي كان لازم تبقى متواجده في النادي الاهلي. وكانش مصدق ان هو لا، قعد يضحك وقعد يتريق عليا واحنا بنلعب بلاي ستيشن وبتاع. قال لا وصعب ومش صعب، وقلت له والله ما صعب، ان شاء الله هتروح النادي الاهلي. طب وفتره بقى اوزباكستان المفروض